مساء الخير على كل اصحابنا وحبايبنا وكل الناس اللي دايما بتابعنا على شاشه قناه تان وبرنامج كلام البنات. يوم جديد وفقرات جديده ومختلفه ومتنوعه زي ما احنا دايما معودينكم في البرنامج. والجو النهارده يعني الارصاد كانت قالت امبارح حكيم فهيكون في سيول واول امبارح، بس رجعوا اعتذروا وقالوا يعني ان الموضوع الحمد لله يعني انه ما حصلش، بس النهارده كان في موجه تراب وعاصفه تراب شديده جدا، طبعا كانت اشد على سكان اكتوبر، وطبعا كانت برده مغيمه الدنيا خالص في الدقي والمهندسين والحاجات دي كلها. خدوا بالكم كل الناس اللي عندها الازماتكس، اللي عندها ازمه ربويه، اللي عندها حساسيه صدر، خلاص بقى يعني النهارده ما تحاولش تنزل. ولو حسيتوا الصبح انه في، انا عارفه انه بكره الويك اند واكيد كل الناس حابه انها تخرج اولادها، بس يعني عن تجربه لا ما تجسفوش وتنزلوا لو الجو عامل كده، لانه بيدهور الدنيا بعدين كتير جدا. يعني انا نزلت طبعا، ممدوح بيقول لي بس انت نزلتي، انا نزلت ما اقدرش. محمود صوتكم زي بعض. انا نزلت طبعا عشان اكون معاكم النهارده اكيد، وعندي برد واحتقان وكل الحاجات دي كلها، برضو سببها التكييف والحر والحاجات دي كلها. الف سلام على كل الناس اللي زيي، والف سلام عليا، وان شاء الله نبقى كويسين وتستمتعوا بالويك اند في بكره وبعده ان شاء الله. النهارده بقى هنقرب اكتر عن او من جهاز تنميه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، واللي قدر يضخ تمويلات بالمليارات لدعم مئات المشاريع اللي استفاد منها المواطنين في جميع المحافظات او في جميع محافظات مصر. هيكون معايا النهارده الاستاذ خالد نصر، مدير عام جهاز تنميه المشروعات في محافظه قنا القناه، والاستاذ اشرف عميره مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في محافظة السويس، والأستاذ أحمد عفيفي قهوة واحد من عملاء جهاز تنمية المشروعات. خليني أقول لكم إنه جهاز تنمية المشروعات ده هو يعني يمكن المنقذ بالنسبة للشباب كتير جدا جدا، نفسه يحقق حلمه، نفسه يبقى عنده مشروعه الخاص. وعايز أقول لكم إنه مش بس كده، لا الموضوع دايرته واسعة جدا، لأنه الشخص ده لما بينفذ مشروعه بعد ما جهاز تنمية المشروعات بيموله بالمبلغ اللي هو عايز ينفذ بيه مشروعه، هو كمان بيفتح فرص عمل أو بيوجد فرص عمل لشباب آخرين. فالدايرة واسعة وبتعم على الكل، وحاجة جميلة جدا. النهاردة هنعرف إيه كمان الطرق الاسترشادية اللي ازاي ممكن برضو بيها نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع، لو كل شاب او شابة لسه في مقتبل العمر او يعني نفسهم يحققوا مشروع معهمش مبلغ يقدروا يفتحوا يبدأوا بيه مشروعهم، خدوا بالكوا انه هي كمان عندها حاجة مهمة قوي. طبعا يستحسن يكون عندك يعني دراسة جدوى، بس لو ده مش عندك هما بيساعدوك ان هما يهمهم ان هما لما يدوك قرض او لما يدوك التمويل ده يهمهم ان هو ينجح. فازاي هينجح ده اللي هنعرفه، تفاصيل اكتر جدا هنعرفها في الفقرة دي. فارجوكوا تابعونا مع ضيوفنا النهاردة ان شاء الله في الفقرة دي. ويعني انا عارفة ان هما ضخوا يعني مشاريع كتير في محافظات كتير جدا جدا جدا، مش بس مقصورة على القاهرة فقط، لا على محافظات تانية كتير قوي. كمان النهاردة هنحتفل مع سويسة في احتفالاتهم بعيد المحافظة القومي اللي قدر فيه ابطال المحافظه في وقف العدوان الاسرائيلي عليهم قبل وقف اطلاق النار. بطولات هتفضل محفوره في تاريخ بلدنا، عشان كده هيكون معانا النهارده 2 من سيدات السويس، واحده منهم كانت شاهد عيان على اللي حصل في معركه السويس الكبرى، والثانيه سمعت بقى الحكايات دي على لسان الستات الكبار، حكايات بقى معركة السويس بين جيلين أبطال ويعني بطولات كتير هنعرفها بعد شوية. وطبعا يعني لازم نحتفل، ما ينفعش لأنه يعني عشان نفرح كده ونحتفل بيوم زي ده، النهاردة هنفرح ونسمع لفرقة السمسمية بعد شوية. هم مش أي فرقة على فكرة، دول 3 أطفال هيمتعونا بأجمل الألحان السمسمية السويسي المعروفة اللي كلنا بنحبها، ولما بنسمعها طول بنفتكر إن احنا بنحس بالفخر، لأن هي بتفكرنا ببطولاتنا وبنجاحنا وبالإنجاز العظيم اللي احنا عملناه. فالنهاردة يوم جميل وهيبقى أجمل بيكم لما تتابعونا بيه في لآخر اليوم النهاردة. خلونا بقى نبدأ فقراتنا على طول، بس قبل ما نسمع السمسمية والسويسي ونشوف ونستمتع بيها النهاردة، هنشوف تقرير عن إطلاق منظمة اليونيسيف برنامج توعية الأطفال بالحفاظ على المية والصحة والتغذية السليمة، حاجة رائعة. تعالوا نشوفها وارجعوا لي مرة تانية في الاستوديو نبدأ فقراتنا النهاردة في كلام البنات. أقامت منظمة اليونيسيف
إكفالية لتوقيع وإطلاق برنامج توعية الأطفال من أجل الحفاظ على المياه إلى جانب الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة، بحضور عدد من ممثلي منظمة اليونيسف وسفيرة النوايا الحسنة ليونيسف مصر الفنانة دنيا سمير غانم. المبادرة دي عشان أربع حاجات، أولا غسل الإيدين لأنه ده شيء مهم جدا في صحة الأطفال، وأنا بشوف إنه لازم يبقى عادة، ولو تعودوا عليها وهم صغيرين هيبقوا دايما، هتبقى مستمرة معهم لحد ما يكبروا. نفس الحكاية غسيل الأسنان مهم جدا لصحتهم، ونفس الحكاية برضو إنه لو تعودوا عليه وهم صغيرين هيخليهم يبقوا وهم كبار بياخدوها كعادة يعني. تالت حاجة ترشيد استهلاك المية عشان يحافظوا دايما على المية ويعرفوا ان دي نعمة، وان يحافظوا، انا بشوف ان احسن حاجة يحافظوا على المية عشان بعض يبقوا عارفين ان المية دي لينا كلنا. رابع حاجة هي التغذية السليمة او التغذية المتوازنة. Very important partnership with the private sector through Unilever and the مدى أهمية البرنامج تكمن في الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالشراكة مع القطاع الخاص متمثلة في الشراكة مع يونيليفر وتحديدا شركة سيجنال. الهدف الأساسي من البرنامج هو الوصول إلى حوالي 800,000 طفل من خلال المجتمع أو من خلال المدارس، والتركيز تحديدا على 300 مدرسة. الشراكة متمثلة مع محافظة المنيا تحديدا. الهدف الأساسي من الشراكة هو نشر الوعي باستخدام أو بالسلوك الآمن في استخدام المياه الآمنة والصحة العامة الآمنة وأفضل الممارسات. الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي عملت هذا البروتوكول مع منظمة يونيفير وشركة اليونيسيف بهدف ان احنا هنعمل توعية لعدد 300 موظف في شركات المياه، اللي بدورهم هيقوموا بتدريب المدرسين في انحاء المنيا والفيوم ان شاء الله. المبادرة تستهدف بشكل مباشر توجيه رسائل إيجابية عن الصحة والتغذية إلى 800,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة، لتعتمد على محور مهم وهو بناء قدرات المدرسين في محافظتي المنيا والفيوم ليقوموا بدورهم بتوعية التلاميذ. التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. بهذه الطريقة يأتي الاهتمام بالأطفال من خلال غرس مجموعة من القيم كالحفاظ على المياه والاهتمام بالصحة العامة، بما يؤدي إلى إنشاء جيل كامل قادر على الحفاظ على المياه وقادر على بناء وطنه. ماجد عبد الله، تن تي في.
بكم مرة تانية في كلام البنات. فقرتنا النهاردة هنبدأها بموسيقى العزف على آلة سمسمية زي ما انتوا شفتوا وسمعتوا معانا دلوقتي، اللي كانت سلاح مدينة السويس في حربها وانتصارها على العدوان الإسرائيلي. بس فقرتنا النهاردة هتكون برا الصندوق خالص بقى، مش هيكون معانا عازفين كبار، لا احنا معانا مواهب لأطفال عندهم مهارات العزف على أجمل الألحان الوطنية على آلة السمسمية. خلونا بقى نرحب بيهم واحد واحد، وكمان بالمدرب الأستاذ رضا أنديل، علي السيد عبد العال، وشهد مسعد، وبلال محمد. استاذ رضا ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. وعلي ازيك؟ شهد وبلال اخباركم ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه العزف الجميل ده؟ استاذ رضا يعني انا عايز اعرف في الاول، طبعا الاول احنا النهارده في يوم مميز، طيب وعايز اعرف ازاي انت علمتهم العزف على آلة السمسمية ويمكن بقى لنا سنين طويله جدا حاسين ان الآلة دي هتبدا تنقرض. بالظبط يا فندم، هو احنا في محافظة الإسماعيلية عندنا في مكتبة مصر العامة فرقة للكبار مكلفة بإقامة الحفلات في الأعياد القومية والرسمية لمدينة الإسماعيلية. كونا مجموعة من الأطفال من الطلائع يتعلموا العزف داخل المكتبة عشان ننقل لهم الفن الجميل والفن اللي احنا بنحاول نحافظ عليه، مش هنحافظ عليه بأنفسنا، هنحافظ عليه بجيل جديد. وكمان وزارة الشباب والرياضة هم أعضاء فرقة الحفاظ على التراث السمسمية، المشروع القومي للحفاظ على التراث بوزارة الشباب والرياضة. ما شاء الله حلو قوي. بس أنت اكتشفت موهبتهم إزاي بقى في العزف على آلة السمسمية؟ وكل واحد له قصة، معاه. يعني شهد والدتها بتشتغل في مكتبة مصر العامة، فتلقائي هي مع مامتها تمام سمعتنا كفرقة كبيرة، عجبها صوت السمسمية، حسيت إن هي ممكن تتعلم، وفعلا احساس جه في محله وتعلمت وبقت كويسه. بلال ده موضوع تاني خالص. بلال ده حضرتك تعرف ان هو الكفيف الوحيد في تاريخ عازفين آلة السمسمية اللي تمكن من العزف، ده الكفيف الوحيد على مستوى عازفين السمسمية بالكامل بجد في تاريخها. الله، ده حقيقي. بلال سمعنا برضه في حفله فرقه كبيره، وجي قال لي انا عايز ممكن يعني يلمس، حضرتك مش هشوف، ايوه عايز يلمس الاله، لمسها وعمل لعبه على الاوتار. قال لي طب ممكن تسمح لي، انا ممكن انا كفيف بس انا ممكن اتعلم اعزف سمسمية. قلت له ممكن يا بلال، ويبقى انا ليا الشرف لو انا بقيت علمتك عشان انت تعلم، وبقى عازف وبقى كويس. بلال، وعلى بلال فكره انت كنت تعرف تسمع حاجه عن آلة السمسمية قبل كده، ولا كانت اول مره تتعرف عليها لما سمعتهم؟ لا، انا بابا اصلا بيحب السمسمية فمن صغري بسمعها، بس كانت اول مره امسكها كانت مع صدر ده. طب ولما مسكتها ما حسيتش ان هي صعبه شويه عليك؟ يعني ممكن تختار حاجه تانية؟ ايه وقعت في غرامها ازاي يعني؟ لا، وانا اصلا بحب اتعلم حاجات كتير، ومنهم اللي ما بكملش ومنهم اللي بكمل. فشفت السمسميه كان عندي حب استطلاع ان انا اتعلمها، فلما رحت عجبني الموضوع وكملت. بس لما اتعلمتها لقيتها صعبه ولا سهله؟ في الاول شفتها صعبه، بس مع اول تمرين حسيت انها سهله. بس استاذ رضا بيقول عليك انك من اشطر الناس اللي اتعلموها بسرعه جدا، فانت كنت بتتدرب كتير؟ انت اشتريت واحده بقى عندك في البيت وكنت بتتدرب كتير عليها يا بلال؟ صح. حقيقي؟ ونفسك تعمل ايه بعد كده؟ هتطور بقى نفسك في آلة السمسمية ولا هوايه ومجرد هتعزف عليها لانك بتحبها؟ لا، اطور نفسي فيها طبعا حتى اكون متمكن بعزفها كويس جدا. لا ان شاء الله ده اللي هيحصل باذن الله، لان انت واضح بجد انه فعلا متفرد وتعلمها بسرعة وبيحبها، والحب بيخلي الإنسان يعني يتفوق في الحاجة اللي بيحبها جدا. طيب وشهد، قولي لي يا شهد، انت مين انت اتعرفتي برضو على آلة السمسمية وانت مع مامتك وشفتيهم بيعزفوا، بس قولي لي حبيتي آلة السمسمية وفضلتيها عن باقي آلات العزف في ايه؟ هو الحقيقة صوتها كده حسيت ان هي دخلت قلبي بسرعة فحبتها، وكمان أستاذ رضا حببني فيها اكتر لما اتعلمتها، كمان لقيتها في الاول صعبه بعد كده بقت سهله. قولي لي صعبه في ايه؟ اكتر حاجه كانت بتمثلك صعوبه في الاله دي كانت ايه؟ ان هو احرك توابع عليها، بس ده كان صعوبه بالنسبه لي، بس خلاص كده. الوتر بتاعها جامد صح؟ مش قوي، بس هو الصوابع. ازاي تتحكمي بقى في الصوابع وانت حلوه. هل في بنات تاني غير شهد استاذ رضا كانوا بيلعبوا سمسميه، ولا هي حكر بس الاله؟ لا دي لا على الرجاله، هي شهد استمرت معانا كفرقه، لكن كان في بنات وفي اقل من شهد في العمر كمان، لكن ما بيستمروش نظرا لظروف الاسريه دراستهم. بالظبط، لكن في عندنا بنات طبعا اكتر من شهد. طيب وعلي، يعني انت طبعا انت اكبر واحد فيهم، عزفت على اله قبل كده قبل السمسميه، ولا دي اول اله تمسكها؟ لا، كانت اول اله.
لو الآلة تمسكها يعني انت على طول دخلت. طب يعني ما حسيتش انك عايز تجرب حاجه تانية ولا انت هتكمل في عزف الآلة على الآلة؟ انا بحب الموسيقى اصلا عامه، بس اول ما عرفت ان في تدريب سمسميه انا اصلا نفسي اتعلمها من زمان. بس ما كنتش اعرف يعني ازاي اتعلمها من زمان. سمعت عنها، شفت حد بيعزفها، يعجبك صوتها؟ كنت بسمعها كتير قوي. وغير كده يعني هي يعني صوتها مختلف عن كل الآلات وفي عزفها وفي كل حاجه. حلو قوي. طب ايه رايكم نسمع حاجه مع بعض دلوقتي عن السويس؟ لا احنا في الاسماعيليه على فكره. انا عارفه ان انتوا بالاسماعيليه، بس احنا بنحتفل بانتصاراتنا في حرب السويس 24 اكتوبر. بالظبط. حضرتك غنيه سمسميه عشان كلمات والحان الراحل كابتن غزالي من السويس. طيب ماشي، اتفضل. رتمها واحد بس ممكن يتغني عليها حاجات كتير قوي. يعني هي صلح لي معلومه طبعا اذا كنت يعني انا جاهله فيها، بس انا بشوف ان هي اللحن بتاعها زي ما هو ممكن يتعمل بقى عليه حاجات كتير قوي. هل انا صح ولا غلط؟ لا، جزء منه صح يا فندم. هو اغلب احنا عندنا في الموسيقى السمسميه الشعبيه ايقاعين ما فيش غيره، ايقاع مقسوم وايقاع مقسوم سريع. اللي احنا كنا بنلعب منه ده مقسوم سريع، في ايقاع تاني مقسوم، فنوعين من الايقاع ما بيخليش المستمع يحس ان في تغيير زي الموسيقى الرسميه. يعني هي الرسمية. فرحه، لانه المقسوم ده مقسوم، المقسوم بالزبط. هو حضرتك لو بالظبط كده المقسوم السريع والمقسوم مبهجين الاثنين بالظبط، رغم ان احنا بنغني اغنيات وطنيه معبره جدا في الحروب على المقسوم، على نفس بالظبط في المقسوم القاعد والمقسوم السريع بالزبط. ودي بالزبط. بقى ده المقسوم السريع، ده المقسوم السريع. حلو جدا. انا ملاحظه ان حضرتك ماسك السمسميه فيها زراير كتير قوي، بس شهد وبلال ومحمد ما عندهمش نفس الزراير. بالظبط. هما المتدرب اول ما بيتدرب على خمس نغمات عشان يبقى سهل، لان السمسميه تكنيك مختلف عن الالات التانيه. يعني هو بيبقى قافل كل الخمس نغمات واللي هو عاوزه بس النغمه بتاعته بيشيل ايده من عليه، عكس الالات الوتريه ان هو بيعفق على الوتر ده بيسيبه. يعني هو كله قافل كله وبيسيب النغمه اللي هو عايزها. فهو عنده خمس اصابع، بنقول له الخمس اصابع وظفهم بالشكل ده، مع الوقت
ممكن نزود له الوتر السادس يتحك يعني، لكن في البدايه لازم يتعلم خمس اوتار. خمس اوتار بالظبط. اتعلمتها بسرعه يا بلال ولا خدت وقت؟ خدت وقت قد ايه؟ هو انا اصلا بتعلمها بقالي 8 شهور. لا بس لا 10. هو اقل فتره تدريب على فكره في الاثنين، لكن مستوى عن زي ما حضرتك شايفه ما شاء الله ما شاء الله. بقالك 10 شهور بس وبتعزف في الحلقه. طب ايه اكتر اغنيه بتحب تعزف عليها السمسميه؟ اكتر اغنيه دايما انت عندك بقى آله في البيت مش كده؟ طب ايه اكتر اغنيه بتحب تدندن عليها على السمسميه؟ ايه؟ اه يا للي. طبعا دي جميله جدا. طب هتبقى تسمعنا حاجه منها ولا ايه؟ انا هسمع طبعا. طبعا مش كده؟ طب تعالى نسمعها يلا. فعلا وقت قصير متمكن جدا من اغاني يمكن صعبه شويه. قلب السمع الواحد ممكن يتعلم بسرعه ولا لا لازم موهبه؟ لا هو في البدايه زي اي اله موسيقيه خالص، في لازم يكون عنده سنس احساس بالموسيقى واذن موسيقيه عشان يبني عليها اي حاجه يتعلمها. ليه للاسف الشديد اله السمسميه ما بقيناش بنشوفها موجوده؟ لا حتى في عزف اغاني بنشوفها بتنزل في سيديهات ولا بنشوفها في اغاني المطربين، يعني ليه؟ لا مع انها اله مبهجه جدا. والله حضرتك ممكن السبب يرجع ل ارتباطها بالذكرى. لا 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 يعني خلينا ناخدها كده سنه سنه. الذوق العام للفنون كلها الجيده انت بدا يندثر يعني. بالظبط. مش بس السمسميه يعني، بس هي اله يعني اتظلمت. انا بعتبرها اله مظلومه جدا. لا ملحظك، هي اصلا شاعت في فتره ازمات الدوله عندنا في منطقه القناه كمنطقه جبهه، فزع صيتها في الفتره دي. اغنيات وطنيه. أيوة حماسيه جداً. ان هي مرتبطه بالوطن، الآلة البطلة في الوقت ده. بالظبط. في حالة السلام برضو اللي احنا فيها التنمية مش الحروب، طبيعي آلة بطل في حرب يقل دورها وقت السلام. حلو جدا. وانت كمان يا علي اكتر اغنية بتحب تعزف او تدندنها دايما على آلة السمسمية؟ في الثلاث مدائن. ثلاث مدائن. هيغني للثلاث مدن القناة. ثلاثة. طب يلا اسمعوا مع بعض وبعدين نشوف شهد بقى نختم بيها الجميلة دي. في التلات مداين فيهم الفرح باين، في التلات مداين فيهم الفرح باين، باين من بعيد مدينة بورسعيد، باين من بعيد مدينة بورسعيد، وفي السويس واسماعيلية من جوه المداين، من جوه المداين، في التلات مداين فيهم الفرح باين، في التلات مداين فيهم الفرح باين، باين من بعيد مدينة بورسعيد، باين من بعيد مدينة بورسعيد، وفي السويس واسماعيلية من جوه المداين، من جوه المداين. الله جميلة الأغاني دي. شاهد بقى أنا عايزاكي تشوفي إيه الأغنية اللي أنت حابة تعزفي بيها أو يعني تعزفيها لنا النهاردة على آلة السمسمية. اختاري اللي أنت عايزاه. حابة إيه؟ أنا هقول بتغني لميني حمامي. أوه عايز تغنيها تاني؟ أوه. يلا. هتعزفها يعني.
بتغني لمين يا حمام؟ اشهر اغنيه، احلى اغنيه، طبعا كل الاغاني جميله وكانت بتحسسنا بالفخر والانتصار، ولسه لحد دلوقتي لما بنسمعها بنرجع بالذاكره جدا لورا. استاذ رضا قنديل، انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، دايما معاك بنحتفل وبنبقى مبسوطين جدا. ربنا يخليك. ميرسي جدا. كان معايا الاستاذ رضا قنديل مدرب الاسماعيليه وزاره الشباب، كمان كان معايا علي سيد عبد العال بفرقه وزاره الشباب، وكان معايا شهد مسعد عازفة سمسمية بفرقة وزارة الشباب، وأخيرا بلال محمد عازف سمسمية، وكلهم بفرقة وزارة الشباب. بشكركم جدا على من الإسماعيلية كلهم، طبعا البلد الجميلة اللي كلنا بنعشقها. بشكركم جدا على وجودكم معايا النهاردة، وتسلموا. مشاهدينا، لسه كلام البنات ما خلصش، فاصل وهنرجع مرة تانية نتكلم عن المشروعات الصغيرة. استنونا، فقرة مهمة جدا هتستفيدوا منها بشكل كبير قوي قوي. رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، وفقرة جديدة عن جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الدعم المشروعات، وقدر وقدروا ان هم يضخوا تمويلات بالمليارات لدعم مئات المشاريع اللي استفاد منها طبعا مواطنين كتير جدا. عشان كده النهارده في كلام البنات، بمناسبة احتفالنا النهارده بذكرى انتصارات السويس، هيكون معانا المسؤولين عن الجهاز في محافظات القناة واللي هيعرفونا عن النجاحات والانجازات اللي قدر يقدمها الجهاز في تمويل مئات المشاريع. خليني ارحب بضيوفي النهارده، الاستاذ خالد نصر مدير عام جهاز تنميه المشروعات. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا بحضرتك. كمان معايا الاستاذ اشرف عميره مدير فرع جهاز تنميه المشروعات في محافظه السويس. استاذ اشرف اهلا بحضرتك. و معايا الاستاذ احمد عفيفي، وهو واحد من عملاء جهاز تنميه المشروعات. استاذ احمد، ازيك؟ هتفيدنا النهارده طبعا بتجربتك اكيد. ان شاء الله يا فندم. اكيد. استاذ خالد، هبدا معاك، ويا ريت حضرتك تديني فكره عن المحافظات التابعه لمنطقه القناه والسويق وسيناء، وهل المحافظات دي في عندها انشطه عن باقي المحافظات ولا لا؟ منطقه القناه وسيناء بتضم محافظات اسماعيليه، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء وشمال سيناء. بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي، المنطقه ديت منطقه غنيه بانشطه معينه، منها نشاط القطاع الاستزراع السمكي، الصبغه السمكيه بصفه عامه، الانشطه الزراعيه المختلفه، الانشطه الصناعيه، فيها مدن، فيها مناطق صناعيه متعدده، بالاضافه الى اللي ما تتميز به منطقه سيناء كمنطقه سياحيه، وخاصه منطقه جنوب سيناء، والانشطه اليدويه والتراثيه بتتميز بها خاصه مشروعات المراه في سيناء، بالاضافه انها بتتواجد فيها زيها زي باقي المحافظات كميه انواع المشروعات المختلفه زي الانشطه الخدميه والتجاريه، هي المشروعات النمطيه العاديه. يعني المراه كمان ممكن بتيجي وبتطلب طبعاً دعم طبعاً من جهاز تنميه المشروعات. المراه هي احد الفئات المستهدفه الرئيسيه من جهاز تنميه المشروعات الصغيره. عظيم جدا. كلمني يا استاذ اشرف بقى عن حجم الانجاز وحجم التمويلات اللي اتعملت من قبل جهاز تنميه المشروعات خلال الفترات الاخيره. في البدايه بس بنحب اوجه التحيه لاهالينا في محافظه السويس طبعا على العيد القومي كان 24/10. اقول حجم الانجازات اللي تمت في محافظه السويس، مولنا حوالي 11900 مشروع بحوالي 304 مليون جنيه، وفرت حوالي 29000 فرصه عمل. ما شاء الله، ده الانجاز اللي تم في محافظه السويس. جدا يعني ده رقم كبير قوي. هم كمان بيوجدوا طبعا فرص عمل لشباب اخرين، يعني كل مشروع بيوجد وبيوفر فرص عمل لشباب اخرين. لوحده طبعا اكيد كل واحد انجاز هايل جدا. فده في وقت قد ايه؟ فتره قد ايه؟ في الفتره من بدايه التعامل حتى 30/9. طب هايل جدا. استاذ احمد، حضرتك عندك تجربه ومشروع قدرت تنفذه وتحقق حلمك من خلال التعامل والتمويل من جهه جهاز تنميه المشروعات، ممكن تكلمني عن مشروعك؟ مشروع اساسا عباره عن تعبئه غازات صناعيه، مصنع تعبئه اكسجين ونيتروجين وارجون. المصنع بتاعي موجود في منطقه السويس. هايل جدا. بفضل ربنا علينا عملنا مصنع تاني في منطقه جنوب سيناء. يعني المصنع بتاعنا اتطور، احنا ابتدينا مصنع 2003 تقريبا بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي طبعا، كان له الفضل الاول والاخير في بالنسبه للتمويل المشروع وتدريب العمال كمان عندنا اضافه في اداره الاعمال، فقدر يفيدنا ان احنا الحمد لله عندنا مصنعين النهارده في اقل من 10 سنين تقريبا.
حلو. يعني البدايه حضرتك رحت لجهاز تنميه النشاط يعني بدراسه جدوى يعني بدراسه جدوى اه طلبت منهم ان احنا عايزين نعمل مصنع اكسجين في المحافظه. فالجماعه رحبوا جدا بالمشروع اولا وتم يعني درسوا المشروع وفي تعاون معانا كويس انه شافوا المشروع على ارض الواقع وابتدوا يمولونا بالفلوس ومعدات يعني. طب حلو جدا استاذ خالد، ايه الاليات اللي من خلالها بتقدر تختار الفئات المستهدفه في ان يروح لها التمويل او تاخذ او تحصل على القرض؟ هو حضرتك في شروط عامه وفي شروط خاصه. الشروط اللي هي الخاصه في اي عميل او اي مواطن يحتاج تمويل او خدمات الجهاز، علشان انا عاوز اوضح لحضرتك ان جهاز تنميه المشروعات ليس جهه تمويليه فقط، لا، وانما جهه تنمويه بمعنى ان هو بيقدم خدمات ماليه وخدمات غير ماليه. الشروط العاديه اللي هو سنه ما يقلش عن 21 سنه، يكون مؤهل او بيجيد القراءه والكتابه اجاده تامه، يكون حاصل على اداء خدمه عسكريه او الاعفاء المؤقت منها، يكون عنده درايه او مقيم داخل نطاق المحافظه اللي يقيم فيها المشروع. طبعا. اما الشروط العامه اللي هي الشروط العلميه الاساسيه اللي المفروض تكون متوفره في اي شخص، ان يكون لديه الرغبه ولديه القدره. الرغبة ان هو يكون عاوز يقتحم مجال العمل الحر، زي ما حضرتك عارفة ان مش كلنا ننفع نبقى اصحاب مشروعات، في واحد مخلوق ان هو يبقى موظف، في واحد مخلوق ان هو من صغره تلاقيه قائد يعني لا. عاوز يبقى مدير، في واحد تاني ما ينفعش الا يكون صاحب مشروع، مش عاوز يقعد على مكتب. في الحالة دي توفرت هذه الرغبة يجي بقى دورنا احنا في القدرة، بنوفر له الخدمات المالية ونوفر له الخدمات غير مالية. من اللي هو اول في الدعم طبعا يا فندم، الدعم النفسي والمعنوي. احنا بندعمه بالبدايه، احنا بمعنى ان مثلا خريج بيجي لنا بيقول انا خريج ما مش عارف اعمل حاجه عاوز ابتدي، بنبدا نعرض عليه دراسات الجدوى النموذجيه، نبدا نتحاور معاه ونتكلم معاه بحيث ان احنا يبدا يستقر ويبدا يفكر في مشروع، بنلحقه بدوره تدريبيه صغيره مجانيه يبدا هو ازاي يفكر يختار المشروع، وبعد ما يفكر يختار المشروع واستقر على المشروع نبدا ندربه ازاي يقيم المشروع. يعني ده احيانا كمان ناس تيجي مش عارفه هي عايزه ايه المشروع ده. لا احنا لازم نتكلم باستفاضه اكتر في الموضوع ده، لانه هي دي نقطه البدايه اللي ممكن ناس كتير تبقى محتاره ومتلخبطه فيها جدا. هناك نوعين بعد ما حضرتك قبل ما نكمل فيها عشان نبقى ماشيين باستفاضه كده ونقدر نفيد الناس. فاصل سريع جدا ونرجع مره ثانيه، خليكم معانا هنتكلم اكتر وهنفيدكم اكتر في الموضوع ده. رجعنا لكم مره تانية بنتكلم عن جهاز تنميه المشروعات اللي من خلاله اي شاب او شابه يقدروا ان هم يحققوا حلمهم ينفذوا مشروعهم من خلال الجهاز ده. استاذ اشرف عايز ارجع لك مره تانية، وفي كتير من الفئات المستهدفه مش عارفه ايه الاجراءات اللي بيها تطلع المستندات المطلوبه، فايه دور جهاز تنميه المشروعات من خلال الشباك الواحد اللي بيقوم بيقدمه لما نبدا من الاول حضرتك والشاب لما بيتقدم لنا، الشاب اللي هيدينا المكتب ويخبط على المكتب ويقول انا عاوز اعمل مشروع، يا اما يبقى عنده فكره يعمل فيها مشروع، يا اما ما عندوش فكره. طيب لو ما عندوش فكره بندخله دوره تدريبيه لمده يومين بتاهله اللي هو يطلع بفكره يقدر ينفذها المشروع. يعني بيبص على اكتر من مشروع؟ اه بتبقى دوره تدريبيه معتمده، عددها عدد الناس المستفيدين الموجودين فيها 21 ل 25 فرد، بتبقى مدتها يومين، بتاهله يطلع بفكره معينه يقدر ينفذها. بعدها بياخد الفكره بيتقدم لنا، بنديله دوره تدريبيه ثانيه. كيف هتبدا ابدا مشروع، كيف تبدا مشروع بالظبط، بنعلمه فيها ازاي يعمل خطه عمل لمشروعه، ازاي يعمل دراسه تسويقيه لمشروعه، ازاي يعمل دراسه ماليه للمشروع بتاعه. دلوقتي بقى عنده الفكره وعنده تصور وخطه عمل للمشروع ده اللي يعمله، بيتقدم لنا ويقول انا عاوز اخد تمويل. يعني انتوا من الاخر كده ماسكين ايده من الالف للياء. يعني مش عايز فلوس، اتفضل فلوس وابدا مشروعك. بالزبط. في الاخر مشروع يفشل لانه ما عندوش بقى عنده فكره وبقى عنده دراسه عاملها او دراسه بيتقدم لنا عاوز تمويل وتدريب. بالظبط، واخد التدريب، خد الفكره تدريب في الفكره، وخد تدريب في كيف تبدا مشروع. بيتقدم لنا بقى يقول انا عاوز تمويل. انا عاوز تمويل، عشان ياخد تمويل لازم يطلع مستخرج المشروع بتاعه، رخصه وسجل بطاقه ضريبيه. هيطلعها ازاي؟ هيطلعها عندنا من وحده الشباك الواحد اللي موجوده في كل مكاتب الجهاز. مش هيلف كتير مش يعني. هيلف كتير، لا، بيتم اصدار الرخصه والبطاقه الضريبيه والسجل التجاري من الوحدات اللي موجوده جوه المكاتب. عندنا والله شيء عظيم. مش هيلف بعد اذن حضرتك، هو مش هيلف لسبب احنا جبنا له جميع الجهات المتعامل معاه في مكان واحد.
يعني يا استاذ احمد حضرتك ما لفتش كتير وحضرتك بتطلع الجثث اتعاملت كله مع الجهاز في مكتب الجهاز هو اللي تم التراخيص عن طريقه بتاعه المصنع والاجراءات وتسجيل حتى في الضرائب والكلام ده كله كان كله عن طريق الجهاز. بصراحه كان في مساعدات كتير قوي من الجهاز مش ماديه بس بحيث فعلا هم هدفهم المشروع ينجح. بدليل الجهاز النهارده عمل مشروع اسمه شارع مصر برضو المشروع ده جميل جدا. لسه هنتكلم فيه دلوقتي بس انا عايزه اخد حضراتكم والمشاهدين نروح نشوف تقرير عن مجهودات جهاز تربيه المشروعات في محافظه السويس ونرجع مره ثانيه. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انت. فكرت في المشروع اللي انا عامله هنا في المحافظه. كان موضوع كبير برضو صعب شويه في الاول. لكن مبلغ الخزان كان 300 وشويه الف لان مصنع اكسجين كان اول مشروع في البلد في المحافظه. بعديها على طول اشتغلنا عن طريق صندوق اجتماعي عملنا المشروع. ابتديت ان انا اكون فكره ان انا اعمل مشروع خاص بيا ومصنع خاص بيا مع المشاركه من الصندوق ابتديت اعمل الشركه الخاصه بي. دخلت الصندوق الاجتماعي كان بنك التنميه والائتمان الزراعي كان متعاقد مع الصندوق وبصراحه الناس كانت محترمه في كل حاجه. ليك يا مدينتي يا اللي صمدت يا بيوت السويس يا بيوت السويس. رجعنا مرة تانية وما شاء الله مشروعات وإنجازات كتيرة جدا جدا وعايز أعرف المرأة يعني حضرتك بتقول اتكلمت عن المرأة وقلت إن هي يعني ليها باع طويل جدا في إن هي تيجي تاخد تمويل. كلمني عن قوة المرأة في وتعاملها مع جهاز تربية المشروعات. بداية بس حضرتك أنا عاوز أوضح نقطة صغيرة في التقرير اللي عدى إن العميل وضح إن هو راح حصل على قرض من الصندوق الاجتماعي. أنا بس بوضح للسادة المشاهدين إن جهاز تنمية المشروعات هو اندمج من خلاله صندوق اجتماعي بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى تتطلب مع المرحلة المستقبلية والحالية. لكن المرأة احنا المرأة هي اكثر من نصف المجتمع. يعني احنا دلوقتي في كلام البنات ويعني عايزين الست تستفيد اكثر. لو السيدات في بيتفرجوا علينا لو عايزه تعمل مشروع تيجي لجهاز تربيه المشروعات وعايز تعمل مشروع حضرتك يعني ترشح لها اي المشروعات اللي ممكن تنجح. انا واضح سيادتك بدايه الجهاز مؤمن تماما بقضيه المراه لدرجه ان احنا عندنا وحده في الاداره عندنا اسمها وحده الجندر مهمتها النهوض بالمراه من كل المقومات بحيث انها تبقى مكانها اقتصاديا وتبقى صاحبه مشروع. نعم. المراه زي بتتمتع بنفس المزايا اللي بيحصل عليها اي شاب. بتحصل على تدريب، بتحصل على شباك الواحد، بنعرض عليها نوع من المشروعات بالاضافه الى ان احنا دلوقتي يمكن احنا في مبادره في بعض محافظات القانون سيناء ان احنا بالتعاون مع المجلس القومي للمراه وبعض الجمعيات الاهليه وشركات التنميه. أيوة. بدانا ان احنا نجمع سيدات ربات البيوت اللي عندهم بعض المهن الحرفيه الصغيره المهارات اليدويه زي الاكسسوار زي الكروشيه زي الحاجات دي كلها وبدانا ان احنا دلوقتي نجمعهم في تجمعات ونديهم دوره تدريبيه حرفيه من خلال متخصصين مجانا بمنحه من جهاز تنميه المشروع. دي حاجه عظيمه. طيب اما تتدرب هي وتتاهل دلوقتي حرفيا نبدا نمولها من خلال الجمعيات الاهليه والشركات على مشروع او البنوك مشروع متناهي الصغر بحيث انها ممكن تشتغل داخل البيت وبعد ما تشتغل بنساعدها في التسويق من خلال المعارض اللي بينظمها الجهاز على داخل المحافظه او على مستوى الجمهوريه. فضمنت نجاح المشروع ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. خلينا نروح طيب لمحافظه بورسعيد ونشوف برضو مجهودات جهاز تربيه المشروعات هناك عامل ايه ونرجع تاني. لجأنا لجهاز 2012 لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحقيقة وقفوا جنبنا دعمونا ماديا ودعمونا معنويا. بداية كانت في المحافظة وبدأوا معنا كان بقرض ب 10,000 جنيه نص فلوس ونص مكنة وعملنا مشروع صغير والحمد لله ورشة صغيرة ونجحت وسمعت. بداية كانت مجرد فكرة توجهت لجهاز المشروعات والجهاز الصغيرة والمتوسطة. في البداية عرضوا علينا أن أدخل في دورة تدريبية إزاي أقدر أدير مشروعي إزاي أقدر أنشئ مشروعي ثم دخلنا في كيف مرحلة التمويل. رجعنا مرة تانية مشاهدي كلام البنات وعايز أعرف بقى إيه الإنجازات اللي حصلت والمشاريع اللي تقدمت للمرأة سواء كان في السويس في الإسماعيلية في بورسعيد. بالنسبة لمنطقة القناة سيناء الجهاز مول 58,631 مشروع
بصفة عامة للذكور والإناث. للذكور والإناث. بتمويل حوالي 1.4 مليار و400 مليون جنيه. حوالي وفرت حوالي 125 أكثر من 125 ألف فرصة عمل. عليك إنك أنت تحسبي إن المرأة حاصلة على 51% من هذا التمويل. يعني 51% من نصيبها من هذا التمويل. احنا بنستهدفها في التعاون مع الجهات الوسيطه وشركاء التنميه، بنستهدف من 35% ل 40% على الاقل كحد ادنى. ولكن منطقه القناه وسيناء كان نصيبها الاكبر في التعامل مع المراه، فكان نصيب المراه في التعامل مع خدمات الجهاز وقروضه بنسبه 51% من حجم الانجاز. ده شيء عظيم جدا جدا. استاذ اشرف، عايزاك تكلمني بقى عن شارع مصر، وانا عارفه انتوا دلوقتي بتدرسوا إقامته في السويس حاليا، فكلمني يعني عن كل التفاصيل. شارع السويس. هيبقى شارع السويس ان شاء الله فعلا، واتعملت كرات الشروط والناس تقدمت فعلا، وعمل مقابلات لبعض الناس، وده بالتعاون مع المحافظه. هيتعمل بروتوكول بين الجهاز والمحافظه لتمويل حوالي الشباب. يعني احنا في المراحل النهائيه في البروتوكول ان شاء الله، ويسر النور قريب ان شاء الله. والله دي حاجه عظيمه. طبعا هيبقى شارع زي شارع مصر كده اللي هنا في القاهره، يبقى شارع كبير فيه بقى كل المشروعات. بالظبط، وده هيوفر فرص عمل. الصغيره ولا متناهيه الصغر؟ الصغيره متناهيه الصغر. بيكلفكم كتير يعني؟ المشروعات الصغيره ممكن تقدر بكام يعني في التمويل؟ لا، التمويل مفتوح. الحد الاقصى للتمويل المشروعات الصناعيه 5 مليون مشروعات. بجد؟ لا هو بالنسبة بس تكملة الكلام أشرف بيه، أنا عاوز أوضح أن تجربة شارع مصر اللي حصلت في القاهرة كانت تجربة وقفنا عندها، أن احنا لأنها تجربة ناجحة أن احنا نقتدي بها في محافظات القناة وسيناء. أيوه. يعني في السويس، وفي بندرس دلوقتي في بورسعيد، وإن شاء الله ندرسها في بقى المحافظات. بالنسبة للتمويل، التمويل حضرتك لازم يقترن بحجم الاستثمارات اللي محتاجه المشروع. بالنسبة لشارع مصر عشان نكون نتكلم بدقة، المشروع بصفة مبدئية لأنه بيتكلف من حوالي من 40 ل 70 ألف لغاية دلوقتي. طبعا درست الجدوى بالنسبة للمعدات، بالنسبة للقرفان، بالنسبة للتمويل اللي محتاجه، هي اللي بتحدد بالظبط قيمة. حاليا الناس بتجيب عروض أسعار علشان نشوف عرض مناسب. وبالعكس اللي أنا عاوز أقوله لحضرتك على الهواء، إنه بيتم دراسة الموضوع برمته دلوقتي في الإدارة بالقاهرة، لأن احتمال إن شاء الله هذه التجربة تعمم على كثير من المحافظات. هل المتقدمين ولا لسه؟ نعم يا فندم. في ناس تقدمت ولا لسه؟ طبعا في تقدموا في السويس، فتحوا باب التقدم، قدم حوالي 250 واحد لغايه دلوقتي. هيحصل طبعا مقابلات زي ما انا قلت في بدايه البرنامج، ان مش كلنا هننفع اصحاب مشروعات، لازم نطمن ان الشاب هيقدر يقف على رجله واحنا بنساعده. ثم ان شاء الله لما نبدا في التجربه هنبدا نفتح الباب في بورسعيد. طب كويس جدا جدا. طب في شباب برضو يا استاذ اشرف اللي هم خريج الجامعات بيبقوا خايفين جدا من فكره العمل الحر، يعني بيبقوا خايفين من نجاح ومن عدم، يعني فازاي الجهاز ممكن ينشر ثقافه انه العمل الحر برضو عمل ناجح؟ يعني الفتره الاخرانيه ديت الاستاذه نيفين جامع رئيس التنفيذي للجهاز وقعت بروتوكولات تعاون مع معظم الجامعات المصريه، ومن ضمنهم جامعه السويس. وقعنا بروتوكول تعاون مع جامعه السويس 15/9 اللي فات ده، واحنا في اجراءات تفعيل البروتوكول ده. البروتوكول ده هيضمن نشر ثقافه العمل الحر والابتكارات للشباب، وتدريب الشباب هناك في الجامعه على برنامج ابدا مشروعك وولد فكره مشروعك، وهيبقى فيه تاهيل كمان للاساتذه في الكليات ديت اللي هم يدرسوا مهارات رياده الاعمال في الجامعات. فاحنا ماشيين في الدور. عندنا كمان زيارات طلبه، يعني بنعمل كل سنه 6 زيارات، 3 في الترم الاول و3 في الترم الثاني. بناخد الطلبه يزوروا المكتب ويشوفوا الخدمات اللي موجوده في المكتب، وبيطلعوا يزوروا مشروع من المشاريع الناجحه، وبيطلعوا يزوروا جمعيه اهليه واخده تمويل وتعدي اقراض والفئات المستهدفه فيها. ده شيء عظيم جدا. يعني انتوا بتروحوا لهم كمان؟ احنا بنروح لهم طبعا. احنا ما بنستناش الشاب اللي هو جاي لنا المكتب عشان ياخد تمويل. احنا بنروح احنا مع شركاء التنميه جوه المحافظه، زي مديريه الشباب والرياضه من ادوات كتير معاها، او كل الجهات اللي موجوده جوه المحافظه، بنحاول نوعي الشباب باهميه فكره العمل الحر، وبيتقدموا لنا. اللي بيتقدم بقى فكره مشروع بناخد التدريب اللي قلنا عليه، ما عندوش فكره مشروع بياخد التدريب وياخد التدريب الثاني، وبعد كده مستخرج الاوراق المطلوبه من وحده الشباك الواحد، وده بيخش على التمويل. هايل جدا. طب يعني دي رساله لكل الشباب المصري اللي عنده حلم عايز ينفذ مشروع خاص بيه، يتجه على طول لجهاز تنميه المشروعات اللي هيقدر يساعده في كل حاجه من اول دراسه الجدوى لحد ما يبنوا معاه المشروع ويطمنوا ان هو مشروع مستقر وقادر ان هو ينجح وكمان يحقق فرص عمل لناس تانيه كتير. هنروح دلوقتي للاسماعيليه عشان نشوف برضو جهاز تنميه المشروعات هناك عامل ايه، ونرجع تاني.
والله انا قدمت في الجهاز والناس رحبوا بالمشروع وجم، والمشروع نجح الحمد لله، وبقالنا كتير يعني اكتر من 10 سنين احنا بناخد تمويل من الجهاز. انا بنصح كل واحد يتجه للجهاز او هيتعامل مع الجهاز يعتبر ان الفلوس اللي واخدها دي امانه معاه وما يدبش بيها شيء غير المشروع نفسه. وجهنا لجهاز تنميه المشروعات عشان كنت محتاج ان انا محتاج قرض، اتوجهنا للجهاز واخدنا يعني قرض كبرت بيه الحجم الشغل بتاعي. نرجع مرة تانية وعايزة أروح للأستاذ أحمد وأعرف بيدك أنت الإهلاوي، إن شاء الله تكبر مشروعك الفترة القادمة. احنا بالفعل ابتدأنا في عمل مصنع جديد في منطقة الأدبية، هيبقى مجمع للغازات الصناعية، هيبقى أكبر مجمع للغازات الصناعية في منطقة الكمال كلها. المصنع يخص موجود فيه مصنع استيلين، محطة أكسجين، إنتاج 5000 طن في اليوم، دي حاجة طبعا ضخمة جدا. الجهاز بالفعل دعمني دعم كبير جدا في المشروع دوت، إن المشروع تكلفته عالية جدا، حتى في تدريب تم الفترة اللي فاتت عن طريق الجهاز برضو للمصنع دوت، إن يعتبر المصنع ده أكبر مصنع موجود في منطقة القناة كلها. ومشروعك وفر كام فرصة عمل؟ 53 فرد ده ثابتين، غير عندنا مثلا عمالة يومية اللي هي مؤقتة مثلا بحط 15 واحد. والله شيء عظيم كده. طيب يعني أستاذ أشرف وأستاذ خالد وأستاذ أحمد برضو عايزة كلمة من حضراتكم تشجعوا بيها الشباب والمرأة إنه تعالوا ما تخافوش من العمل الحر، إحنا واقفين في ظهركم، يعني كل بقى الكلام اللي عايزين تقولوه إن شاء الله. اتفضل يا أستاذ أشرف. حضرتك احنا عندنا على يعني 33 مكتب على مستوى الجمهوريه، كل محافظه 33. كل محافظه فيها مكتب، في بعض المحافظات فيها مكتبين، والمكاتب دي قريبه من الناس. اتمنى الناس تخش وتشوف هل الكلام اللي احنا بنقوله ده موجود فعلا ولا مش موجود. طب هل في خط ساخن او حاجه؟ في خط ساخن 16 7 33، وفي موقع الكتروني للجهاز عليه كل خدمات الجهاز. فالناس تقدم وتشوف، هتلاقي الكلام ده موجود في كل مكاتبنا، ينزلوا يشوفوا، اللي عنده فكره مشروع يتقدم، هيحصل على تدريب ويحصل على تمويل ويحصل على متابعه مشروع بعد كده، ويحصل على التسويق، خدمات كتيره، خدمات غير ماليه وخدمات ماليه. تمام. فاحنا الناس تقدم بس. الرقم تاني بقى بعد اذنك. خط السكن 16 7 33 7 16 7 33 33 هنزله على الشاشه حالا. ما تضيعوش الفرصه، اللي فعلا عنده حلم انه ينفذ مشروع ويكون خاص بيه ويعني مضمون النجاح ان شاء الله، يلجأ على طول لجهاز تنميه المشروعات، والرقم موجود معانا على الشاشه حاليا 16 7 33. استاذ خالد كلمه اخيره من حضرتك. عاوز اقول اخواننا الشباب والفئات المستهدفه واصحاب الحرف المختلفه والرجل والمراه، انت محتاج ايه؟ لو عندك فكرة أو عندك مشروع عاوز تتوسع فيه أو عندك الرغبة أنك أنت عاوز تعمل مشروع، أنت محتاج إيه؟ محتاج حد يتبناك يوقفك على فكرة المشروع، محتاج حد يدربك، محتاج حد يفتح لك الشباك الواحد تاخد مستنداتك بشروط ميسرة وبسهولة جدا، محتاج تاخد تمويل، محتاج رعاية ما بعد التمويل من المتابعة الميدانية، محتاج تسويق، محتاج تدريب ودعم فني، محتاج تقديم خدمات استرشادية ومعلوماتية، محتاج دراسات جدوى نموذجية. أيوة. كل هذه هي رعاية الجهاز تنمية المشروعات لجميع أبناء شعب مصر العظيم، بنقول له تعالى وجرب ومش هتخسر حاجة. كل سبل المساعدة موجودة، يعني محدش يقول أنا ما بعرفش أصلي مش فاهم في الموضوع أنا ما أقدرش أكون قائد، يعني كل حاجة هتتعمل لكم. أستاذ أحمد بما أنك صاحب تجربة فعلية، تقول التجربة فعلا إن فعلا الوظيفة مش هتوصلنا لنتيجة كويسة، اللي هيوصلنا الصناعة. ولازم الشباب يهتموا إن يصنعوا حاجة، لازم نفكر نصنع حاجة، لو فكر يصنع مثلا سيان أي جهاز صغير، أي معدة صغيرة، الجهاز بالفعل بيساعده. أيوة. ويبتدي يزوده بالمعلومات ويبتدي يدعمه إن المشروع ده بتاعه ينجح. والله وانا اوجه كل الشباب يتجهوا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. انا بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده. ايه حضرتك بس في موقع رسمي للجهاز، يعني ممكن الناس تخش عليه هتلاقي كل الخدمات ده. ده الويب سايت بالظبط يا فندم. هتلاقي ده موجود، لو يقدر تنزله على الكاميرا. ممكن حضرتك بقى تسيب لنا الورقه دي واحنا بالظبط هينزل كل الخدمات موجود عليه. خلاص بشكرك جدا جدا. بشكركم يا استاذ اشرف واستاذ خالد استاذ احمد، بشكركم جدا على المجهودات اللي بتقدموها بصراحه، وعاملين شغل حلو قوي قوي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه كلام البنات ما خلصش، فاصل ونرجع مره ثانيه مع اثنين من سيدات السويس.
بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس واحنا ماشيين سوية عالمينا ولا عند الزيتية وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعودوا على نفس المعدية وتقول يا دنيا والله رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات مكملين مع بعض حلقتنا الخاصة عن احتفالات الشعب المصري بالعيد القومي لانتصارات السويس. مين فينا ما سمعش عن تضحيات وبطولات الست السويسية في ظل الحصار والحروب اللي تعرضت ليها المدينة الباسلة؟ مين فينا ما يعرفش قوة وصلابة ستات السويس اللي في عز الأزمات كانوا جنود مخلصين الرجالة بتتسند عليهم؟ في كلام البنات النهاردة هنتكلم عن بطولاتهم وأمجادهم وقوتهم وصلابتهم في عز نار الحصار وفي عز النار حصار بلدهم. خلوني ارحب بضيفاتي الموجودين معايا النهارده، الكاتبه وفاء العشي. مساء الخير. ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. معايا كمان شاهد عيان على انتصارات وحروب السويس، الاستاذه فوزيه طايع. ازيك يا استاذه فوزيه؟ اهلا بيكم معانا النهارده. طبعا يوم مميز ويعني كل سنه بنحتفل بيه عشان نفضل فاكرين ان احنا يعني كنا فخر لكل اللي كان بيحصل لنا من عدوان قبل كده. طيب عايزه بس في الاول وفاء النهارده تقولي، طبعا بما اننا في كلام البنات، تقولي لي او تقولي حاجه لستات السويس في الاول قبل ما تحكي لي بقى عن حاجات كتير قوي عايزه اعرفها منك. اوكي. اولا انا احب اشكر طبعا البرنامج واحب اشكرك لان دي لفته جميله جدا ان انتوا تحتفلوا معانا النهارده بعيد السويس. عيد السويس يستحق الاحتفال كل شهر اكتوبر، فانا بشكرك جدا من كل قلبي. ده يعني ده شرف لينا اكيد. اوكي. دي حاجه. تاني حاجه، ستات السويس هم، انا ما اقدرش اوجه لهم كلمه النهارده. النهارده ستات السويس هم المفروض زي ما حضرتك هتسمعي يوجهوا كلمه لستات مصر كلها. في القوه والصلابه. طبعا. طبعا ده اكيد. متعودين دايما ان هم يوجهوا الكلام ان هم يتصرفوا تصرفات تلهم الناس. الست سيدات. طبعا السيدات والرجال. يعني السويس كلها زي بعض. طب استاذه فوزيه، بما انك عشتي حصار او وقت العدوان، ايه اللي فاكراه وقت الحصار على السويس؟ لا ده انا فاكره حاجات ولا جداً. كنت صغيره قوي؟ لا طبعا كنت صغيره بس فاكره كويس قوي. فاكره ايام النكسه بتاعت 67، كنت لسه في ثانيه اعدادي، لما كانت الدنات بتنزل علينا في البيوت واحنا مش عايزين نسيب بلدنا خالص. يعني انتوا كنتوا محتف يعني لغايه اخر لحظه، يعني فاقدين الامل ان احنا ممكن نسيب السويس دي اطلاقا، يعني طبعا. ما كانتش في دماغنا لغايه، يعني انا والدي كان تاجر قماش وكنت بروح وانا صغيره كده اقعد في المحل عنده، فلاقي الناس وهي ماشيه تيجي دانه مثلا تشيل دماغ واحد مثلا وهو ماشي في الشارع. يعني شفت الحاجات دي وانا يعني سني يعني 13 سنه 14 سنه. وانتم متعايشين عادي؟ متعايشين يعني جدا. وبتنزلوا الشغل لا طبعا يعني، والحياه ماشيه وكل حاجه. لغايه لما بقى البلد اتهدمت جامد والدنات والكلام ده، اضطرينا طبعا وقالوا ما فيش مدارس، فطبعا خلاص طبعاً. اصعب حاجه بقى قابلتني او شفتها وانا صغيره واثرت فيها جامد، ان في ناس من اهالي السويس وهم بيشيلوا العفش بتاعهم وحاجتهم مش عارفين رايحين فين. اولا مدن القلال وبالذات السويس يعني توزعوا على ال 27 محافظه، بس في ناس مش عارفين هم رايحين فين. راحوا في ملاجئ بقى وراحوا في مدارس. حاجات ايواء وفتحوا لهم مدارس يقعدوا فيها. على الاقل انا والدي كان عارف، يعني قرر ان هو هيروح مصر لان هو تاجر قماش ويفتح محل ونستقر وكده، بس كانت العمليه برضو صعبه جدا. أكيد. جدا انك تشيلي حاجتك وتشيلي عفشك وتشيلي يعني حياتك كلها وتتنقلي من بلد وتعاشري ناس ما تعرفهاش. ده شيء بشع يعني. طب ايه اهم صفات كانت بتميز الست السويسيه يا استاذه وفاء من وجهه نظرك؟ يعني هو ممكن نقول الحرب ممكن تكسب الانسان صفات كتير، بس مش بينها الصفه اللي انا هقولها لك دلوقتي، حب الحياة. ازاي حرب وازاي الامور ساءت ماديا ومعنويا تخلي الانسان عنده حب الحياة؟ يعني الست اللي بتعمل الاكل دي في السويس
مش عارفة أولادها هيرجعوا من المدرسة هياكلوه ولا لأ، مش عارفة أصلاً الأكل ده يعني بتنزل الدنة على المطبخ تهدوا وتهد اللي فيه وهم ينزلوا يستخبوا في المخبأ. طيب إزاي تروح بلد تانية على عربية كارو بعد ما كان جوزها حد بيشتغل في البحر وناس ميسورين الحال؟ طبعاً الناس اللي بيشتغلوا كلهم في البحر شغلهم وقف وراحوا لاجئين يعني، المهم الحياة كلها وقفت. وإزاي ترجع بعد ما قعدوا 7 سنين في الهجرة عملوا فلوس وعملوا أصدقاء ترجع تاني للبلد المهدمة دي؟ وإصرار إيه ده؟ وبنفس إصرار والرفض التام إن أنا لازم أرجع. الست اللي ابنها يموت في المقاومة، في المقاومة الشعبية يموت وتروح تبعت التاني. الست اللي ترضى إن يخطب بنتها واحد بقاله 7 سنين بيحارب بيقاوم، لا بيشتغل ولا بيدرس ولا اي حاجه. أيوة. وفي الاخر يستشهد برضه. كلميني عن البطولات لا تنتهي. لا لا البطولات كانت يوميه ولحظيه وكانت طبعًا لا تنتهي طبعا طبعا ولم تنتهي لغايه دلوقتي. يعني استاذه فوزيه كمان انا عايزه اعرف من حضرتك حاجه، ايه حكايه الدفاتر اللي والدك شالها في كراتين؟ يعني هو مش عارف عايزاك تحكي. هو هادي فاتن عليا ولا ايه؟ لسه فاتن حالا. تلاقيش احنا هنا لسنا. بصي هو والدي عشان انا قلت لك ان هو كان تاجر قماش فكانت العمليه كانت بسيطه قوي مع الناس، يعني كان ممكن يطلع بالتقسيط وممكن للناس حبايبه ومش عارف ايه، بس الكلام ده كله كان مبرمج في كتب في حسابات ودفاتر مدون. في اول حاجه يعملها طبعا ان هو فكر ان يشيل الملفات دي وحطها في كراتين وودها البيت على امل، هو بيتنا وكلنا اللي ساكنين فيه، على امل ان والدتي الله يرحمها تاخد الحاجه دي وتركنها على جنب. هي مخها تفتق يعني فقالت هكركب البيت ليه وكده، يعني احنا المكان اللي في الدور الاول ده عايزينه لما يحصل حاجه نبقى نجري عليه. فراحت واخده الحاجه طلعتها فوق السطوح. جت دانا تاني يوم شاطت كل الكلام ده، حصلت حريقه. طبعا والدي بيطمن بيشوف ايه اللي حصل وبتاع، عارف ان فلوسه كلها راحت يعني، فكانت كارثه يعني من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها طبعا، يعني كانت حاجه مؤسفه وفي نفس الوقت طبعا كل ما افتكرها اضحك يعني. تعيني يعني خسرت كل حاجه. طبعا بس الحمد لله يعني. تقصد يعني الحمد لله طبعا. عايزاكي برضه وفاء تكلميني عن والدك حسين العشي. هو كان مؤرخ كبير جدا ورصد في كتاب الخفايا خفايا حصار السويس. حصار السويس. كلميني بقى عن الكتاب ده وكان شعوره ايه؟ انت اكيد كنت موجوده وقت ما هو كان بيكتب ولا لا؟ والدي يعني الله يرحمه المؤرخ حسين العشي الله يرحمه كان بيكتب من اول موعيت على الدنيا لغايه قبل ما يتوفى الله باسبوع قبل ما يدخل المستشفى يعني. فهو كان التدوين عنده لدرجه ان هو كتاب خفايا حصار السويس ده واترصد فيه شهداء السويس، مش شهداء، كل اللي في المقاومه، كل اللي في المقاومه، ابطال المقاومه بايه بقى؟ مش بكتابه رسميه، لا بصفاتهم، كانوا اصدقائه. طبعا بصفاتهم، مين كان دمه خفيف ومين كان بعد ما بيضرب الدبابه يتنطط ويقول يا ابو خليل. مش كلام رسمي قد ما هو كان كلام، كان كلام حياتي، كان كلام انسان عاصر الناس دول انسانيا وعن قرب. صفاتهم الجسمانيه، مين كان بطل في كمال الاجسام ومين كان بطل في الملاكمه. ده كتاب رائع، كتاب رائع. لذلك انا اتمنى ان هو يقرر على الطلبه في المدارس. ده يا ريت يا ريت. انا يعني انا بتمنى ان ده يحصل حقيقي بجد، يعني في البطولات طبعا. دي ده يعني في التربيه القوميه لازم الحاجات دي تقرر عليها. الماضي زاد لازم. الحاضر والمستقبل وما كمان ما يعتبرش ماضي بعيد، تخيل ما يبقى كله بطولات. اما يعتبر يعني في الناس دي تستاهل فعلا تكون نمبر 1 وتكون الاسطوره وتكون الحاجات اللي الشباب بيستلهموا منها القوه والعزم يعني، المفروض دول. و يعني شيء فعلا جميل جدا. انا عايزه برضو اروح للاستاذه فوزيه وعايزه اعرف، انت والدك عنده حكايات كتير، فانا عايزه اعرف ايه حكايه الميت اللي حصل حاجه كده في الجنازه بتاعته، واحكي لنا واحكي لكل الناس. لا هو بصي قبل موضوع الميت ده هقول لك على الشعب بتاعنا جميل قد ايه. يعني لما احنا فتحنا محل في مصر بدات السوايس انت عارفه بيلموا على بعض يعني يدوروا على بعض، فبدات تجي لنا ناس كانت بتتعامل مع والدي زمان. فتخيلي يقولوا لوالدي ايه؟ انت ليك فلوس عندنا، فمثلا 40 جنيه سي مثلا. فوالدي يقول خلاص يعني انا هعمل ايه؟ الورق اتحرق وانا مش عارف حاجه. يقول لهم طب هاخد النص بس، ومش هاخد النص كمان، ده انا هاخد النص وبالتقسيط. يعني بصي كانت الروح عامله ازاي لما رجعنا بقى السويس. يعني اول ما انتصرنا وصمم ان يرجع وساب المحلات الثانيه، سابها لاخواتي طبعا لان اخواتي كانوا كبار وكده، فخد هو المحل بتاع السويس ونزل فيه. انا شفت منظر يعني ممكن اي حد يقول الست دي بتخرف يعني.
يعني انا ايامها بقى كنت في الكليه، يعني كنت في سنه ثانيه او ثالثه كليه، انا شفت منظر كل شويه يتكرر، يعني الاقي ناس ماشيه وجنازه قدام المحل وتقف قدام المحل بتاع والدي، ابص ليه اوتوماتيك يروح قايم وواقف يسال مين ده اللي مات، فيقولوا ده فلان، يقول خلاص انا مسامحه، تبص تلاقي الجنازه مشيت. يا سبحان الله، يعني حاجه غريبه جدا. فانا طبعا يعني عايز افهم، انا مش فاهمه، بقول له ايه؟ قال لي اكيد في حسابات او بتاع، لان انا والدي خسر جامد جدا جدا، بس من كرم ربنا علينا ان هو اتعود من عند ربنا، يعني اللي بيتاجر مع ربنا ده يعني أكيد. حاجه جميله جدا يعني، والله ده موقف يعني يعني لا يتعود جامد جدا جدا يشعر جدا بجد. يعني سبحان يعني هو الله. من الناس اللي خسرت وهو خارج من السويس، سبحان الله، ومن الناس اللي لما رجعت السويس كان بقى حاجه تانية خالص يعني. احكي لي يا استاذه وفاء عن كل الحكايات والبطولات اللي اتحكيت لك من خلال الاسر في حرب السويس. هو مبدئيا احنا ما عصرناش الحرب دي او ما عشناهاش، بس احنا وعينا على ان احنا اصلا كنا بنروح نلعب في جنينه اسمها حديقه الخالدين، كان فيها دبابتين اسرائيليين. فمن قبل ما نفهم يعني ايه حرب، عيد السويس ده عندنا مش عيد في الاجنده، لا عيد، عيد وصواريخ والناس بتنزل الشوارع وعيد، يعني يعني ناقص عاديه بس يعني، بس هو كان عيد. فاحنا بنشوف اسامي الشهداء على الحيطان عندنا عند مسجد الشهداء، لما طبعا ما كانش فيه وسائل زي دلوقتي للترفيه، فكان احنا بنقعد عند ستي، فكنا نقعد تحت رجليها وتقعد تقول لنا احنا اصلا حصل كذا قبل الهجره وكذا بعد الهجره. فابتدينا نعرف الحاجات دي بدري قبل اي حد. كل بيت في السويس كل واحده صاحبتي ليها خال شهيد، عندها ليها عم شهيد، كل بيت فيه شهيد أكيد. فاحنا الحاجات دي وعينا عليها قبل ما نعرف يعني ايه حرب اكتوبر. عرفنا ان احنا كانت فصحتنا في العيد ان احنا بنركب مركب ونروح الناحيه الثانيه عند خط بارليف، ده العيد بتاعنا وعلى الكنال كان في دبابه في بورتوفيق لو تفتكري. لا احنا كنا بنروح نعدي ناحيه في بورتوفيق وفي الخالدين الدبابات اللي احنا اصرناهم وكان حاجه تدعو للفخر طبعا. الحكايات بقى طبعا ده الحكايات كتير، كلها عزه وكرامه ونصر وفخر وكل حاجه في الدنيا بجد. وانا سعيدة بوجودكم معايا النهارده في كلام البنات، وكل عيد واحنا دايما مرفوعين راسنا، مرفوع راس المصري في كل الحروب اللي دخلها والانجازات والنصر باذن الله. اشكركم جدا. ميرسي حبيبتي. مشاهدينا كان معانا مدام فوزيه طايع والاستاذه وفاء العشي، اتكلمنا عن مجموعه البطولات اللي حصلت وقت حرب السويس في 24 اكتوبر. بكده يكون يومنا خلص النهارده في كلام البنات، هنشوفكم بقى يوم الاحد اللي جاي، وويك اند سعيد عليكم، يا رب تستمتعوا فيه.